والله مشوار صعب من 15 سنة اللي بدأت بيه من بعد تفوقي بالشعبي. فالحمد لله جمهوري كبير وجمهوري اللي ساعدني وفوقني على لوني وخلاني أتقوى بلوني وخلاني أتفوق بكثير شغلات ومحبين إلى عالم وطلعت برا لتركيا وفي سوريا وفي لبنان وفي محافظات السورية وأغلب شيء عند الترك والكراد وأغلب الشعبية اللي تسمعني يسمعوني لوني يعني ما يغيرون رأيهم فيني. كبدايات اللي ساعدني بلوني طبعا نحن لون الأخصائي فيه لون اللي نحن نشتغله لونه كشخصي لنا في بلدنا نحن في منبج تفوقنا أنا وعبيد الحجي وكنت أسمع الفنان عبيد الحجي بلون العميانة وتراثنا طبعا وأني اللي تفوقت بيه من بعد مسافات الطويلة وبعد أيام صعبة عدت علي والحمد لله تم النجاح بكل جدارة وبكل قوة والحمد لله رب العالمين. مين صنع نجومية مصطفى أبو الفوز؟ اللي صنع كبداية نجومية أبو الفوز نجومية أبو الفوز اليوم مين اللي صنعه؟ اليوم أنا نجح أنا اللي صنعته كبداية اللي اشتغلت في حلب واللي طالع اسمه أبو الفوز معروف صوت الأسمر واللي عرفني على جميع أنحاء وقطر وعدت علي محافظات والحمد لله رب العالمين. طيب من بين كل الفنانين في حلب وخارج حلب مين بينافس الفنان مصطفى أبو الفوز منافسة قوية وحادة؟ نعم فنان حمزة الخليل. ليش الفنان مصطفى أبو الفوز مهاجم بشكل خاص وليس بشكل عام من قبل الفنانين؟ يعني حاولوا من يصلون لي لوني فلوني أنا محدد لوني أنا محدد ومتفوق بيه لأني لوني أنا مختص يعني مختص فيه. حاولوا من يتغلبون على لوني ما قدرهم فأني هجومي عليهم صفة صعب عليهم وهم حاولوا هجوما أكيد ممارس. طبعا برأيك الظهور للفنان صح أم خطأ؟ خطأ. تواضع الفنان صح؟ صح. طب بتحب الظهور على خشبة المسرح؟ لا محب التواضع والشعبية هي لو ما تحبك ما تجيبك أنت. سؤال مميز، يا ترى في حب بحياة مصطفى أبو الفوز؟ لا. لك برافو عليك، كبرت بعيني يا سبعة. تأمن بالحب؟ لا بالوقت هذا صعب. لك تسمعنا مقطع لجمهورك اللي بيحبك، مقطع صغير هيك على يبا اشرب اريد انساك يا جانم يا جانم اشرب اريد انساك اسكر واذكرك يا بالعظم خليت هذا نجبرك من يوم ما سافرت قلبي اخذت وياك ولك همزين اخذت ورحت ما يصبر بليا ولا اقدر استناك ولك حسيت عين انطفت من قلتك الله وياك يا جانم يا جانم يا جانم يا جمعة من قلتك الله وياك ايوبا ايوبا من قلتك الله وياك اويلي. لو حبيت تشكر شخص واحد مين بتشكر؟ اشكر عبيد الحجي والفنان حمزه الخليل كبدايات دخلنا سويه واللي وصلني لشعبيتي اللي انا كنت اتمنى اني اصلها هم. في ختام هذا اللقاء المميز شو بتحب تقول كلمه اخيره لكل شيء بيحب مصطفى ابو الفوز ولكل فنان راح يسمع لقاء ابو الفوز؟ اولا احيي كل شيء يسمع ابو الفوز قلبيا وأحيي جمهوري العزيز المشاهد وأحيي
وطبعا اتمنى لكل الفنانين التفوق والنجاح باذن الله، وانا من بعدهم. الله.